السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الحلقة الثانية من Expressions with Prepositions، ولسه هنشتغل على Preposition on ونشوف الأمثلة بتاعتنا عشان توضح معنى حرف الجر في كل تعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. I prepared my plan on my own، معناها لقد قمت بإعداد خطتي بنفسي. Prepared معناها أعددت، my plan خطتي، on my own معناها بنفسي أو بمفردي. طيب، the company still has 100 cars on order، معناها لا يزال للشركة 100 سيارة لم تسلم بعد أو تحت التجهيز. يبقى on order معناها لم تسلم بعد أو تحت التجهيز. لما أقول لك on order معناها لسه عاملين طلب، رافعين بالموضوع طلب ولسه ما استلمناهوش. يبقى on order معناها لم تسلم بعد أو تحت التجهيز. It's better to have your plans on paper. It's better to have your plans on paper معناها من الأفضل أن تدون خطتك. It's better معناها من الأفضل. To have your plans on paper. On paper معناها يدون. It's just to write down or jot down. معناها يدون في ورق. يبقى هنا on paper معناها مدون في ورق. Soldiers are always on parade in the morning. Soldiers are always on parade in the morning. In the morning معناها الجنود دائما ما يكونون في عرض عسكري في الصباح. On parade معناها في عرض عسكري. Soldiers معناها جنود. Are always دائما ما يقومون بعرض عسكري في الصباح. On parade معناها في عرض عسكري. هنشوف on parade في مثال تاني برضك يوضح معناها مختلف شوية. Hair jewelry is on parade for others to stare at. معناها مجوهرتها معروضة أمام الآخرين كي ينظروا إليها بشغف. To stare at معناها يدقق النظر فيه، يعني بص باستعجاب أو باستغراب لشيء. يبقى on parade في المثال اللي فيه jewelry معناها معروض. يبقى hair jewelry is on parade for the others to stare at معناها مجوهرتها معروضة أمام الآخرين كي ينظروا إليها بشغف أو بدهشة. The police are on patrol in the city. In the city معناها الشرطة في دورية حراسة في المدينة. On patrol معناها في دورية حراسة أو في نوبة حراسة. The police are on patrol in the city معناها الشرطة في دورية حراسة في المدينة. His father on principle معناها مبدئيا وفقا لمبدأه. Didn't like to hear requests for money. والده لم يحب أن يطالبه أحد بأموال. He would vote against the law on principle. On principle معناها كان سيصوت ضد القانون وفقا للمبدأ. وفقا للمبدأ هنا معناها كقاعدة أخلاقية. As a moral law. As a moral law. يبقى هنا on principle معناها as a moral law كقاعدة أخلاقية. يبقى هنا المثال تاني. كان سيصوت ضد القانون وفقا للمبدأ أو وفقا للقاعدة الأخلاقية أو لسبب أخلاقي متبع. يبقى on principle معناها لسبب أخلاقي متبع. Was it an accident or did you do it on purpose? Was it an accident or did you do it on purpose. هل كان حادثا عارضا أم قمت به عن قصد أو قمت به متعمدا؟ On purpose معناها عن قصد أو متعمد. Was it an accident؟ هل كان حدثا عارضا أم فعلته متعمدا؟ يبقى On purpose معناها إيه؟ متعمدا. On reflection he says he regrets the comments. On reflection he says he regrets the comments. معناها إيه؟ بعد تأمل أو تفكير عميق هو يقول أنه يندم على التعليقات. يبقى on reflection معناها إيه؟ on reflection معناها إمعان النظر أو التفكير العميق. He was on remand when he committed suicide.
he was on remand when he committed suicide. معناها كان محتجزا عندما انتحر. He was on remand. On remand معناها فترة الحجز الاحتياطي. يعني كان محتجز على ذمة قضية on remand when he committed suicide عندما انتحر. Commit suicide معناها ينتحر. Commit معناها يرتكب. Suicide اللي هو فعل الايه؟ الانتحار. Tickets for the match are on sale at the stalls. معناها التذاكر المخصصة للمباراة معروضة للبيع في الأكشاك. التذاكر المخصصة للمباراة معروضة للبيع on sale معناها معروض للبيع at the stalls في الأكشاك. يبقى هنا on sale معناها معروض للبيع. I'll call here tomorrow. No. On second thoughts I'll try to call here now. I'll call here tomorrow. No. On second thoughts, I'll try to call here now. سوف أتصل بها غدا. لا. لقد غيرت رأيي. سوف أحاول الاتصال الآن. On second thoughts معناها he changed his mind. معناها غير رأيه. Paintings by the artist are on show at the gallery. Paintings by the artist are on show at the gallery. معناها اللوحات التي قام بها الرسام أو رسمها الرسام معروضة في صالة العرض. يبقى on show معناها معروض. On show يعني معروض. The workers of the mine are on strike معناها عمال المنجم مضربين عن العمل أو في إضراب عن العمل. يبقى on strike معناها مضرب عن العمل أو في إضراب عن العمل. I came across a homeless old man on my way home. I came across a homeless old man on my way home. معناها لقد قابلت مصادفة شيخا دون مأوى أو مشرد. طبعا هنا احنا يعني في خطأ شائع في اللغة العربية. كلمة عجوز تستخدم للإيه؟ للمرأة. قالت يا ويلتا في سورة هود. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. هي وصفت نفسها بأنها إيه؟ عجوز. وصفت زوجها بأنه إيه؟ شيخ. يبقى هنا متقدم في السن اسمها شيخ. Most people like to learn English. On the contrary, others don't. Most people like to learn English. On the contrary, others don't. معظم الناس أو معظم الأشخاص يحبون تعلم اللغة الإنجليزية وعلى النقيض البعض الآخر لا يحبون ذلك. On my arrival at the airport, I found my family waiting for me. On my arrival at the airport, I found my family waiting for me. معناها أثناء وصولي أو عند وصولي. يبقى on my arrival معناها أثناء وصولي أو عند وصولي وجدت أسرتي في انتظاري. Are waiting for me معناها منتظرين أو في انتظار شخص. My company is close to my house, so I go on foot. My company is close to my house, so I go on foot. معناها شركتي قريبة من بيتي أو من منزلي لذلك أذهب سيرا على الأقدام أو أذهب راجلا. راجلا أو مترجلا اللي هي إيه؟ يذهب سيرا على الأقدام. On foot معناها سيرا على الأقدام. The factory was on fire due to carelessness. The factory was on fire due to carelessness. معناها اشتعل المصنع أو شبت فيه النيران أو شب فيه حريق بسبب الإهمال. On fire معناها مشتعل أو تشب فيه النيران أو به حريق. لما أقول لك مثلا the house is on fire. البيت مولع مشتعل. تمام؟ طيب. آخر حاجة عندنا drive slowly be on your guard. Drive slowly معناها قم بالقيادة ببطء وانتبه لنفسك. On your guard be on your guard معناها انتبه لنفسك. خد بالك من نفسك يعني. Be on your guard معناها انتبه لنفسك أو خد بالك من نفسك. ده كان عندنا آخر expression. إن شاء الله ننتظر الحلقة الثالثة مع expressions with prepositions ولسه عندنا شغل في preposition on. أشوفكم الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا النهاردة مع some expressions with preposition on. طبعا عارفين حروف الجر
علم كبير جدا، إذا دخل على الفعل يغير معناه تماما، أو إذا دخل على الصفة في حاجة اسمها phrasal verbs اللي هي الأفعال بحروف الجر. حرف الجر ممكن يدخل على الفعل يغير معناه تماما، ممكن حرف الجر يستخدم ك adverb of place or time، كظرف للمكان أو كظرف للزمان. يعني استخدامات حروف الجر متعددة وكتير جدا. النهاردة يعني جمعت بعض التعبيرات تمام وعملتها في جمل، ويعني ندعو الله أن تحوز الإعجاب. يعني number one، nuclear weapons cause destruction on a large scale، معناها الأسلحة النووية تسبب دمار على نطاق واسع. يبقى كلمة الإكسبريشن بتاع on a large scale معناها على نطاق واسع. أنا هنا مضلل الإكسبريشنز عشان ناخد بالنا منها كلها مع preposition إيه؟ on. On a large scale معناها على نطاق واسع. My grandfather lives on a pension after retirement، معناها جدي بيعيش على المعاش بعد التقاعد. My grandfather lives on a pension after retirement، بعد التقاعد هو عايش على الايه؟ المعاش بتاعه. He goes to the library on a regular basis، معناها هو بيروح المكتبة بشكل منتظم. On a regular basis معناها بشكل منتظم. He went on a shopping spree during his vacation. On a shopping spree or on a spree معناها يقضي وقت طويل في عمل شيء. On a spree معناها يقضي وقت طويل في عمل شيء، يعني بيبقى الشيء مبالغ فيه شوية. On a spree بشكل مبالغ فيه. Games are often cancelled on account of rain. On account of معناها هنا إيه؟ بسبب. الرياضات غالبا ما تلغى بسبب الإيه؟ بسبب الأمطار. On account of معناها بسبب. They went on an expedition to the rainforest. On an expedition هنا معناها ايه؟ في جولة استكشافية. يبقى هم ذهبوا في جولة استكشافية إلى الغابة المطيرة. They went on an expedition to the rainforest. On an expedition معناها في جولة استكشافية. No cars are allowed on the island، معناها غير مسموح بوجود سيارات على الجزيرة. On the island معناها على الجزيرة. I sold my car on approval. I sold my car on approval. When you sell something or buy something on approval معناها على مردة. يعني مثلا هاخد الشيء وأجربه يوم واثنين وممكن ما يعجبنيش فأرجعه تاني. On approval معناها إيه؟ على مردة، الشيء باخده وممكن أرجعه تاني. On average، on average معناها في المتوسط. Men earn more money than women، يعني الرجال يكسبون أموال أكثر من الإيه؟ من السيدات. طيب، he was released on bail. He was released on bail معناها أطلق سراحه بضمان كفالة. مبلغ من المال بتدفعه لما تكون محتجز في قسم شرطة أو محتجز على ذمة قضية بيسموها on bail، بكفالة. طيب، I sent my son to the wedding on behalf of me، معناها أنا أرسلت ابني إلى حفل الزفاف نيابة عني. On behalf of معناها نيابة عن. On behalf of يعني نيابة عن. A plane with 200 people on board crashed this morning. On board معناها على متن، ممكن تكون على متن طائرة. On board of a plane, on board of a ship, on board of a spaceship معناها على متن طائرة، على متن سفينة، على متن مركبة فضاء. تمام، يبقى هنا on board معناها على متن. يعني طائرة على متنها 200 شخص اصطدمت هذا الصباح. A plane with 200 people on board crashed this morning. He is in London this week on business. On business معناها في عمل. يعني هو في لندن هذا الأسبوع لكي يجري عمل. On business يعني في عمل. He was forgiven on condition that he won't do it again.
he was forgiven on condition that he won't do it again. معناها هو تم الاعفاء عنه او تمت مسامحته بشرط ان هو ما يعملش كده تاني، شريطة الا يفعل ذلك مرة اخرى. on condition that معناها شريطة ان او بشرط ان. Most new cars are sold on credit معناها بالبطاقة البنكية، في البطاقة الايه البنكية. Most new cars are sold on credit، معظم السيارات الجديدة تباع عن طريق الايه الفيزا. The monuments، monuments اللي هي الآثار. The monuments are on display in the museum. On display معناها معروض، الشيء المعروض، الشيء لما يكون معروض سلعة أو أي شيء بيسموها on display معناها إيه معروض. The monuments are on display in the museum معناها الآثار معروضة للجمهور في المتحف. She quarreled with her husband so she was on edge يعني معناها on edge معناها غاضب جدا، يعني هي تشاجرت مع زوجها ولذلك فهي كانت ايه غضبانة جدا. on edge لما واحد يقول لك والله انا على اخري يعني متضجر او متضايق من فلان. Your visit cheered me up on end معناها زيارتك أسعدتني جدا. On end معناها very much. It made me very happy. Cheered up معناها أسعدتني كثيرا. يبقى on end معناها كثيرا جدا. We will keep your application on file. لما تكون رايح تقدم على شغل وأصحاب العمل يقول لك مثلا إيه إحنا هنحتفظ بملف التقديم بتاعك on file معناها فين؟ يتم الاحتفاظ بشيء في ملف. Salary increments are on the agenda of today's meeting. On the agenda معناها في اللي هي الاجنده بتاعت الاجتماعات او مطبطه الاجتماعات. On the agenda معناها فين؟ موجوده في المطبطه او مفكره الاجتماعات او محضر الجلسه يعني. يبقى salary increments are on the agenda of today's meeting معناها موجوده على في اجنده او مطبطه الاجتماعات هذا اليوم. The police were on the assumption that he is guilty يعني الشرطة كانت بتعمل أو عملت بناء على أو بزعم أنه إيه مذنب. وهنا on the assumption that معناها بزعم، guilty معناها مذنب. They were on the brink of separation معناها هم كانوا على وشك الانفصال. لما يكون اتنين متخانقين مع بعض أو زوجين عاملين مشكلة مع بعض فيقول on the brink of معناها على شفا أو على وشك. تمام؟ يبقى هنا they were on the brink of separation كانوا على وشك الايه الانفصال. I'll be there on the dots معناها I'll be there at the specific time معناها في الوقت المحدد. on the dots معناها في الوقت الايه في الوقت المحدد. On the edge of معناها على وشك. يبقى هنا لما نقول pandas are on the edge of extinction. Extinction معناها حيوان الباندا على وشك الايه الانقراض. On the edge of معناها على وشك. Young children are easy on the eye معناها ايه؟ are easy on the eye معناها الاطفال الصغار يسر العين. يعني on the eye معناها يسر العين، يعني يقول لك قرة عين ليك يعني. طيب that the situation on the ground remains tense. The situation on the ground remains tense معناها ايه؟ الموقف لا يزال محتد على الارض. لما يقول لك الموقف على الارض يعني ايه؟ الموقف الموجود في الواقع. on the ground في الواقع. remains tense لا يزال ايه؟ ها؟ مضطرب. يبقى الموقف على الارض لا يزال ايه؟ مضطرب او يظل إيه مضطرب. Trade is good now but there are a few problems on the horizon معناها التجارة جيدة الآن ولكن هناك بعض المشاكل تلوح في الأفق. on the horizon معناها تلوح في الأفق. Trade is good now but there are a few problems on
the horizon معناها تلوح في الأفق. ده كده بعض الإكسبريشنز مع preposition on، وإن شاء الله في حلقة تانية نكمل فيها موضوع prepositions with some expressions اللي هو حروف الجر مع بعض التعبيرات. ده الجزء الأول، وفي إن شاء الله جزء تاني، وبكده نكون خلصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا النهاردة مع الحلقة الثالثة والأخيرة مع expressions with prepositions، ولسه مع حرف الجر on، وهنشوف المثال الأولاني. passes leave on the hour. passes leave on the hour معناها الحافلات تغادر كل ساعة. on the hour معناها on an hourly basis، معناها بمعدل كل ساعة في باص بيطلع أو في حافلة إيه بتغادر المكان. passes leave on the hour معناها الحافلات تغادر كل ساعة. prices of goods are always on the increase. on the increase or on the decrease معناها أسعار البضائع دائما في ازدياد أو في تناقص. يبقى هنا the opposite of increase معناها زيادة، عكسها إيه؟ decrease يعني في نقص. on the increase معناها في تزايد. on the increase معناها إيه؟ في تزايد. he was injured on the job. he was injured on the job معناها أصيب أثناء تأدية عمله. يبقى on the job معناها أثناء تأدية العمل. he was injured on the job معناها أصيب أثناء تأدية عمله. injured معناها جرح أو أصيب. civilizations are always on the move معناها الحضارات دائما في تقدم أو في تقدم دائم أو في تغير دائم. معناها on the move معناها في تقدم أو في تغير. طيب مثال تاني برضك في سياق تاني. wild animals are always on the move day and night معناها الحيوانات البرية لا تكف عن حركة دائما أو في حركة ليل نهار أو دائبة. on the move معناها دائب أو في حركة مستمرة. I didn't really expect him to come. I just called on the off chance معناها في الواقع لم أتوقع مجيئه، كنت أظن ذلك أمرا مستحيلا. on the call on the off chance or called on the off chance معناها يعتبر الأمر شيء مستحيل، كنت أظن ذلك أمرا مستحيلا. I have a farm on the outskirts of the town معناها لدي مزرعة في ضواحي المدينة. on the outskirts معناها في ضواحي أو في أطراف المدينة. يبقى on the outskirts معناها في الضواحي أو في أطراف المدينة. تمام. I have a farm on the outskirts of the town. There is a lot of sympathy for the accused woman on the part of the public. There is a lot of sympathy for the accused woman on the part of the public معناها لقد كان هناك تعاطفا كبيرا تجاه السيدة أو المرأة المتهمة من قبل الجمهور أو العامة. on the part of the public معناها من قبل. on the part of معناها من قبل. يبقى هنا لقد كان هناك تعاطفا كبيرا تجاه السيدة المتهمة. the accused woman معناها السيدة أو المرأة المتهمة من قبل الجمهور أو العامة. on the part of معناها من قبل. on the part of me معناها من قبلي أو من طرفي. on the part of the public معناها من قبل العامة أو الجمهور. can you see who is on the door? I'm on the phone. can you see who is on the door? I'm on the phone معناها هل بإمكانك أن ترى من بالباب؟ لدي مكالمة تليفونية. on the phone معناها مشغول في مكالمة تليفونية. on the phone I'm on the phone معناها مشغول في مكالمة تليفونية. How many households aren't on the phone معناها كم عدد المنازل التي لم تصلها خدمة التليفون أو خدمة خطوط الهاتف. يبقى هنا aren't on the phone معناها ليس بها خدمة إيه تليفون أو ليس بها خدمة إيه هاتف. The manager is on the point of solving the problem. The manager is on the point of solving the problem معناها المدير في طريقه أو أوشك على حل المشكلة أو اقترب من حل المشكلة. on the point معناها أوشك على
on the point معناها اقترب من، يبقى the manager is on the point of solving the problem معناها أوشك المدير أو اقترب المدير من حل المشكلة أو في طريقه إلى حل المشكلة. On the point معناها أوشك أو في طريقه إلى شيء. Wanted criminals are on the run from the police. Wanted criminals معناها مطلوب القبض عليه. Wanted criminals معناها الجناه أو المجرمون المطلوبين للعدالة، مطلوب للعدالة. Wanted are on the run from the police معناها هاربون من الإيه؟ من الشرطة. On the run معناها إيه؟ معناها هربان. On the run معناها هارب من الإيه؟ من الشرطة أو هارب من العدالة. The Israeli army is on the run معناها الجيش الإسرائيلي فرار. On the run معناها فرار أو يلوذ بالفرار. On the run معناها يلوذ بالفرار أو فرار. يبقى the Israeli army is on the run معناها الجيش الإسرائيلي يلوذ بالفرار أو فرار. Due to work stress he is on the run معناها بسبب ضغط العمل هو في عجالة من أمره. He is on the run معناها هنا في عجالة من أمره. يبقى due to work stress بسبب ضغط العمل هو في عجلة من أمره. The employees are on leave due to the national day. The employees معناها الموظفين. Are on leave معناها في إجازة. Due to معناها بسبب the national day العيد القومي أو العيد الوطني. يبقى هنا الموظفون في إجازة بسبب العيد الوطني. On leave معناها في إجازة. Don't ask for more money. I am on the loan. Don't ask for more money. I'm on the loan. معناها لا تطلب المزيد من المال فأنا مدين أو أنا عندي دين. On the loan معناها مدين أو مديون أو عنده دين. I'm on the loan. معناها أنا مدين. لا تطلب المزيد من المال فأنا مدين أو عندي ديون. طيب. On no account. وهنشوف on no account في سياقين. On no account must you disturb me. Disturb معناها يزعج. معناها لا يجب أن تزعجني أو تقلقني بأي حال من الأحوال أو على أي حال. بأي حال من الأحوال on no account أو على أي حال on no account. يبقى on no account must you disturb me معناها لا يجب أن تزعجني بأي حال من الإيه؟ من الأحوال. On no account should you attempt this exercise. معناها بأي من الأحوال أو بأي حال من الأحوال لا تحاولي أداء هذا التمرين إنك إيه حامل. On no account should you attempt this exercise. معناها بأي حال من الأحوال لا ينبغي أن تحاولي أداء هذا التمرين لأنك إيه حامل أو إنك حامل. On occasions prisoners are allowed to visit their families. معناها من حين لآخر أو في المناسبات أو أحيانا يسمح للمساجين بزيارة أسرهم. Prisoners are allowed to visit their families معناها يسمح للمساجين. Prisoners معناها مساجين. Are allowed يسمح لهم. To visit بزيارة their families معناها أسرهم. يبقى من حين لآخر أو أحيانا أو في المناسبات يسمح للمساجين بزيارة أسرهم. On easy terms you can buy a car. On easy terms you can buy a car معناها بسهولة أو كما يحلو لك أو بالتقسيط المريح. ممكن نقولها بالتقسيط المريح. On easy terms معناها بالتقسيط المريح يمكنك شراء سيارة. You can buy a car on easy terms or on easy terms you can buy a car معناها كما يحلو لك بالتقسيط المريح أو بسهولة تستطيع شراء سيارة أو يمكنك شراء سيارة. I've been living on my own for 4 years now. I've been living on my own for 4 years now معناها كنت ولا أزال أعيش بمفردي لمدة 4 سنوات. يبقى هنا on my own معناها بمفردي أو لوحدي لمدة 4 سنوات حتى حينه أو إلى الآن. كنت ولا أزال أعيش بمفردي. On my own معناها بمفردي. For 4 years now لمدة 4 سنوات حتى حينه أو حتى الآن.
I can manage on my own. Thank you. I can manage on my own. معناها أنا أستطيع التصرف بنفسي أو أنا أستطيع أن أحاول بنفسي. Thank you. شكرا. بكده تنتهي الحلقة الأخيرة الثالثة والأخيرة من سلسلة expressions with prepositions مع preposition on. وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة مع حروف جر جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.